السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا عايزين نغير شكل الميلينيوم دوت. هنشوف دلوقتي ازاي نعمله. اولا نرتكشر بول وول، وبختار نوع الوول اللي هو كيرتن وول. طيب لما باجي ارسم الوول بالشكل دوت، طيب هنا ما ترسمش. طيب ليه؟ ممكن يكون في اول سبب ممكن افكر فيه سيكشن بوكس فظهر معايا بالشكل دوت. طيب عشان يظهر معايا افضل ابدأ اكبره بالشكل دوت. طيب عايز اعمل انا سيلكت على واحده منهم، هاجي هنا ادوس تاب كده انا عملت عليه سيلكت. تمام. طيب هو مش مديني ان انا اغير حاجه خالص، لازم اجي هنا واقول له انبن. تمام. ممكن اعلم على كذا واحده واقول لهم في نفس الوقت انبن. ايه طيب اقدر الاقي البروفايل اهوت، اقدر اغير البروفايل بالشكل دوت ابلاي، هتلاقي البروفايل شكله اتغير مختلف عن الباقي. خلينا نختار شكل كده يكون مختلف. ممكن نحمل بروفايل من بره المشروع نفسه، ده سيركل ده ريكتانجل ده مثلا اهوت، هتلاحظ ان هو اتغير فيهم كلهم بنفس الوقت بسهوله جدا. طيب لو انت عايز تحمل بروفايل يكون جديد، هتيجي على انسيرت وتقول له لود فاميلي. تمام. وهتدور على الفاميلي اللي عندك في المشروع، اللايبرر اهيت، هتدخل متريك هتقول له انا عايز البروفايل، هتقول له انا عايز كيرتن وول، هتلاقي هنا بروفايل للوول للفريم للريلينج كيرتن وول، تروح تحمل دول كلهم بالشكل دوت. اوكي. طيب لو انا جيت كده ودوست تاب على دوت وقلت له ايديت تايب وجيت اخترت هنا البروفايل، هتلاقي الحاجات اللي اتضافت الجديدة، تقدر تختار منها اللي انت عايزه وتقول له ابلاي. تمام. طيب في بعض الانواع بيبقى مثلا محتاج مساحة معينة فالحاجات دي مش متوفرة فبيرفض. اوكي. هتلاقي اتغير في كله في نفس اللحظة، وتقدر تيجي هنا تقول له فاين لو في تفصيل اكتر.